منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الدرجة الأولى تقديرا لدور معاليه في خدمة القضايا الدينية والثقافية وجهوده في دعم أسس التعايش والوسطية والسلام. جاء ذلك لدى حضور معاليه الاحتفال السنوي بذكرى المولد النبوي الشريف الذي عقد برعاية فخامة الرئيس المصري في مركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة. وأعرب معالي عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم، مبديا اعتزازه بهذا الوسام الذي اعتبره تقديرا غاليا لما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام وعناية بالقضايا العربية والإسلامية، ولما تطلع به من دور بارز وفعال في تكريس قيم التعايش والتسامح والسلام وفي تعزيز مناهج الوسطية والاعتدال ودعم حرية الأديان وحوار الحضارات. كما أكد معاليه اعتزاز مملكة البحرين بعمق علاقاتها التاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتقديرها لما تطلع به مصر من دور محوري في مناصرة القضايا العربية والإسلامية، منوها في الوقت نفسه بالجهود المصرية المشهودة في خدمة الإسلام ونشر قيمه وتعاليمه السمحة والتصدي للإرهاب والتطرف والعنف، مشيدا في هذا الصدد بالدور الإسلامي الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في إعلاء قيم المحبة والوسطية والتسامح. لقد سعدنا هذا اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشكرناه على تكريمنا في هذا اليوم المبارك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأن هذا التقدير لهو تكريم إلى مملكة البحرين عما تكنه جمهورية مصر العربية تجاه شقيقتها، وهو تكريم للسياسة الحكيمة في جميع الجوانب الإسلامية والدينية والتسامح والعمل على السلام والتآخي بين الأديان. وقد أبلغنا فخامة الرئيس تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد، ونقلنا لهم تحياتهم الطيبة. قد حملنا فخامته تحياته لهم جميعا، ونحن في هذا اليوم المبارك لنعتز بالعلاقات الوطيدة والأخوية مع جمهورية مصر العربية